أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات، أسعد الله أوقاتكم. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الصمت يتكلم، كما نرحب بضيفتنا الأخت روزماري النمري. أهلا وسهلا سر روزماري. أهلا فيك. عملت الأخت روزماري في 9 إرساليات متنقلة بين الضفة الغربية والأردن، وحالياً تخدم في مدينة الزرقاء، تهتم بالتعليم المسيحي وتعمل بحماس وغير رسولية مع الشبيبة. في هذه الحلقة رح نركز سر روزماري مع الإخوة المشاهدين على فضيلتين أساسيتين عاشتهم القديسة ماري ألفونسين، هم فضيلة التواضع والصمت وتميزت فيهم. نقرأ في سفر الأمثال: ثواب التواضع ومخافة الرب هما الغنى والمجد والحياة. ويسوع خلال حياته الأرضية طوب الودعاء إذ قال: طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض. وما كان يميز القديسة ماري ألفونسين هو فهمها العميق لفضيلة التواضع واكتشافها قيمته خلال ظروف حياتها اليومية. فلقد قالت ذات يوم لأخت من أخواتها الراهبات: ألا تعلمين أن علينا أن نشتري الجنة بالتواضع؟ في الوقت اللي بتسابق فيه الناس إلى تصدر المكان الأول ويتنافسون على المراكز، سر روزماري كيف نقدر نحن المكرسين نعيش فضيلة التواضع؟ أول شيء بحب أشكرك سر كلارا على الاستضافة، وهي فرصة حتى نحكي أكثر عن القديسة ماري ألفونسين ونتعمق بفضائلها، حتى نقدر نحن كمان نتعلم منها، حتى نقدر نقتدي بفضائل الأم ماري ألفونسين. بداية بحب أحكي أنه فعلاً فضيلة التواضع فضيلة كتير بيحتاجها المكرس بحياته، لأنه كمان التجارب ضد هاي الفضيلة في حياة المكرس تجارب كتيرة، لأنه بمجرد ما الكاهن يصير كاهن، بمجرد ما الراهبة تصير راهبة، تلقائياً ببلش يجتمع حولهم مجموعة من الناس يلي بيحبوهم، يلي بيحاولوا يتقربوا منهم. نعم. وبالنسبة لهم الكاهن أو الراهبة هو ممثل للمسيح على الأرض. نعم. فصف هذا إنسان نحن رح نحب أنه نحاول نتعامل معه، بتبلش هاي المحبة تكتر. عشان هيك ضروري أنه الكاهن والراهبة يكونوا واعيين. نعم. أنه هالمحبة مش ما تخليني أنسى أنه الهدف هو الله مش أنا. هذا الإشي اللي كانت القديسة ماري ألفونسين وعيت له كتير، كانت بكل مكان بتروحها وتجمع حواليها عدد كبير من المحبين، كثير كانوا البنات يحبوها ويثقوا فيها، يتجمعوا حواليها بأعداد، وكانت مباشرة تستغل هاي الفرصة لحتى تقرب هدول الناس من الله. كانت بس تشوف محبة وثقة الناس، مثلاً بنات عملت أخوية، كانت عن جد مثل ما بيقول المسيح صيادة للنفوس، ما كان همها إنها تصيد ناس لإلها هي. نعم. بس كانت تشوف هالحب حواليها مباشرة توجه هذا الحب لله. نعم. وهي شغلة كتير ضروري نحن مكرسين نكون واعيين لها. شغلة الثانية إنه من بعد ما هالمكرس شوي يدخل بالجو بالمكان اللي هو بيكون فيه، ممكن يصير يعني عم بيعمل مشاريع عم تنجح، عم تتطور، عم تكبر الرعية مرات كتير، ممكن هذا يخلي الكاهن شوي كمان أو الراهبة المكرسين بشكل عام ممكن شوي يضيعوا بهذا الفرح. نعم. وينسوا الهدف. نعم. بوسط هذا الفرح يلي بيعيشه المكرس دائما بتذكر أنا كلام المسيح لما راحوا التلاميذ وكانوا كتير مبسوطين إنهم بنجاحهم، يعني كانوا كتير مبسوطين إنهم قدروا يطردوا الشياطين، فالمسيح انبسط فيهم كمان وقال لهم: بس مش هذا يكون هدفكم، افرحوا لأنه أسماءكم مكتوبة في السماوات. هذا القديسة ماري ألفونسين كمان كتير كانت وعيت له، ولما هي بتقول علينا أن نشتري الجنة بالتواضع، هي مزبوط بتقصد يمكن نشتري الجنة نحن لأنفسنا، بس كمان ما بتفكر أبدا بس بحالها، هي عم بتقول نشتري الجنة بالتواضع، يعني نشتري النفوس للجنة بتواضعنا. نعم. وقت اللي كانت تنجح وتربح هدول الناس ما كانت تفتخر باللي هي عم تعمله، كانت ببساطة في أخوية في بنات في كذا تروح تقدمهم للكاهن، الكاهن يباركهم، وحتى أول أخوية للنساء عملتها هو اللي اشترط إنها تكون هي مرشدتهم، هي جايبتهم وعم بتقولهم بتقول للكاهن بدنا نعمل أخوية. نعم. فنحن كمكرسين لازم هذا دائما يكون في بالنا، نحن بدنا نشتري النفوس، نشتريهم للجنة بتواضعنا، لأنه بس ننسى نحن منبلش نضيع، بنبلش نضيع الهدف.
وشغلة أخيرة كمان، يعني كمان ممكن المكرس يتعرض لها، إنه ممكن المكرس مع الوقت يصير عم بيدور على التقدير، على تقدير الناس. إذا سواء إذا نجح بيكون مبسوط إنه لازم يحكوا عني عملت كذا، وعلى زمن الكاهن الفلاني هيك صار، على زمن الرهبة هيك صار، فبيكون مبسوط. يعني مش غلط واحد يفرح. وكمان بيصير بده إذا صار في مشروع، نحن بنعرف مرات ما فيش إنسان ناجح كامل، ما فيش عمل كامل، فإلا ما يكون في انتقادات، إلا ما يكون في ناس بتتدمر، هذا ما لازم يخلي الكاهن أو الراهبة يحبطوا. فنحن هدفنا مش النتيجة، هدفنا مش إحنا اللي نبين، هذا لازم يكون هدفه دائما الله، والله هو اللي يلي بيعمل. القديسة ميري ألفونسين ما كانت أبدا تحبط أو تبحث عن تقدير، خلينا نقول. يعني أضخم شغلة بحياة الأم ميري ألفونسين هي مؤسسة الرهبنة. هي أسستها وما حدا عرف، دخلتها وما حدا بيعرف، بالعكس كمان كانوا بعض الأخوات اللي ما كانوا كتير يفهموا سبب اهتمام المرشد فيها، سبب هالعلاقة الغريبة بيناتهم، كانوا يعملوها بإزدراء مرات، كانوا يتضايقونها. هذا كله كانت هي تقبله ببساطة، أبداً ما كانت تبحث عن تقدير، ما كانت تبحث عن حدا يعني يحكي عنها، بالعكس كانت تقبل هاي الإساءات. وكانت تقول، حتى هي كتبت بتقول أنه أنا تجرعت ألم كبير حتى من أخواتي المحبوبات، يعني كانت عم بتسلميهم بهالبساطة بهالتواضع، وهم عم بيعملوها بهاي الطريقة. فصفا نحن ما لازم نخلي الهدف، إذا نحن هنا رح نضيع، إذا نحن بكل تواضع منقول يا رب نحن بدنا أنت اللي تظهر مش نحن، هنا نحن بنكون عم نعيش هالفضيلة بشكل صح. ذكرتيني بعبارة حكاها القديس يوحنا المعمدان لما قال له أن يعظم ولي أن أصغر. نعم، وفعلا القديسة ماري ألفونسين عاشت التواضع بملؤه. رح نركز شوي هلا مع الإخوة المشاهدين على الفضيلة الثانية اللي عاشتها، اللي هي فضيلة الصمت. عالمنا مليء بالصخب والفوضى والثرثرة، عالم يخاف أن يصمت، عالم يبتعد عن العزلة لئلا يكتشف حقيقته. سير روزماري، باعتقادك هل الصمت سلاح الضعيف؟ أكيد لا، لأنه بالعكس يعني الصمت هو قوة، ولكن بدنا نعرف نميز نحن شو هو نوع الصمت يلي نحن عم نصمته. يعني الإنسان الضعيف بيسكت لأنه مش قادر يحكي، لأنه بجوز مش ملاقي كلام، أو لأنه خايف إذا بيحكي شو ممكن يكون الرد. ولكن الإنسان القوي صمته فعال أكثر، لأنه إذا أنا بسكت، هل أنا عم بسكت عن تفهم؟ عم بسكت عن صبر، عن فضيلة، عن تأمل، ولا أنا بسكت عن كبت أو عن يأس أو عن غضب وما بدي أحكي؟ فالإنسان الضعيف هو اللي ما بيعرف يواجه، الإنسان القوي بيقدر يواجه. مشان هيك مش معناته إذا واحد ساكت يعني هو صح، ولا إذا هذا الصمت هو دائماً الحل المناسب. القديسة ماري ألفونسين كانت عارفة كيف تستخدم الصمت، كان صمتها هو اتحاد بالله، كان لقاء بالعذراء. ما كانت تسكت لأنه عم تكبت، لأنه ما في حدا بيكبت بيقول أخواتي المحبوبات كانوا عم بيضايقوني، ولكن حتى هي حتى كانوا يفسروا مرات صمتها بأنه تكبر، وما كانوا يشوفوا ضعف، كانوا يشوفوها شايفه حالها عليهم، مع أنه هي بكل بساطة كانت عم تصمت لأنها هي بتحب. فالصمت هو مش سلاح للضعيف، الإنسان القوي عنده جواب، ولكن بيعرف كيف يخلي هالجواب يطلع بطريقة مناسبة بوقت مناسب، وكيف بيسكت حتى يقدر يلاقي الإشي المناسب اللي بده يرد فيه. نعم، جواب رائع. ندخل شوي على الأديورة. هل في أوقات محددة للصمت عند الرهبان والراهبات؟ هلأ هو بطبيعة الحياة الرهبانية الصمت هو حالة. يعني مش هو الساعة كذا بيبدأ صمت، الساعة كذا بيخلص صمت وبنرجع للضجيج، لا. هلأ في طبيعي أوقات يعني محددة، خصوصاً إحنا من بعد الساعة 10 بالنسبة لإلنا بنسميه الصمت الكبير، يلي هو منبعد شوي عن ضجيج العالم لحتى هالإنسان يلتقي بالله أكثر. ولكن الحياة الرهبانية بطبيعتها هي تميل للهدوء، ما في ضجيج في الأديرة، ما في أصوات كتير مرتفعة، لأنه الصمت بيساعد كتير الإنسان حتى
يدخل لأعماقه حتى ما يضل عايش بهذا الابتعاد عن الذات، ابتعاد عن العمق، ابتعاد عن الله، لأنه الضجيج بيبعد الإنسان كثير عن نفسه وعن الله كمان. نعم، هذا بنقلنا على سؤال ثاني، فهل الصمت فعلا بيساعد المكرسين ينمو في الحياة الروحية وبالتالي العلاقة مع الآخرين والحياة الاجتماعية؟ هذا أكيد، لأنه الإنسان الصامت هو إنسان متأمل. الإنسان اللي بيضل دائماً عايش بالضجيج ما بيقدر أبداً يفكر بحاله. والإنسان اللي ما بيفكر بنفسه ما بيكبر. فبيصير معي موقف أنا بحاجة لأني أصمت، بحاجة لأني أفكر باللي صار، لأنه إذا ما فكرت رح يرجع الموقف مرة تانية، رح أرجع أتصرف بنفس الطريقة. ما في نمو، ما في تطور. وشغلة تانية كمان، وقت اللي بنحكي الصمت هو علاقة مع الله، نحن من دون الله ما بنقدر ننمى فعلاً روحياً. بجوز نتطور بالعلم، بجوز نتطور بعرفش بالعلاقات مع الآخرين، ولكن كله بيصير فاضي زي بالون اللي بينفخ ومن جوا فاضي. فإذا هذا الصمت هو اللي بيخلي هالعلاقة مع الله تنمى، هو اللي بيخلي الله يغير شخصيتنا ويخليها تكبر أكثر. نعم سير روزماري، قبل ما ننهي الحلقة، شبيبتنا اليوم مثل ما بتشوفي وبتسمعي بتميل للموسيقى الصاخبة، للضجيج المستمر، شو الرسالة اللي اليوم بتوجهي لهم إياها من هاي الحلقة؟ صراحة كتير واضح أنه الشبيبة هالأيام عم تبعد عن الصمت، بس اللي أنا ممكن بوجهة نظري هم اللي بخوف يمكن الشبيبة هي الوحدة مش الصمت. يعني منلاقي أنه فعلاً بيحبوا يصلوا مع بعض، بيحبوا يلتقوا يتأملوا مع بعض، بس أنه تقولوا لواحد يقعد هيك بينه وبين حاله، منلاقي هاي صارت شوي أقل بكتير من قبل. بدنا ضجة، بدنا ناس، بدنا أصوات، لأنه خايفين مش يكتشفوا أنفسهم، لأنه بيحبوا يكتشفوا أنفسهم، خايفين يكتشفوا أنفسهم وهم لحالهم، ما يلاقوا دعم، ما يلاقوا حدا يساعدهم حتى يتقبلوا أنفسهم. فاللي بوجهه للشباب اليوم أنه لا تخافوا من هذا الهدوء، لا تخافوا من أنه تقعدوا فترة بينكم وبين الله، لأنه الصمت مش معناته أنا وحيد. نعم. أنا في الصمت جالس مع الله، بالصمت الله هو اللي عم بيعمل فيه. فأنه إذا أنا عم بدور على رفاق كتير حلو، حلو أنه نصلي جماعات، حلو أنه نقعد ونتأمل مع بعض، حلو نشارك بعض خبراتنا، وهذا كتير بيعملوه الشباب، بيفوقونا كتير يعني بتبادل الخبرات وبالعلاقات الحميمية الحلوة، ولكن بيضل خوفهم من أنه أنا بديش أقعد مع حالي لأنه أنا لحالي. لا، أنا بهذا الصمت بلتقي بالله، بكتشف حالي أكثر، وساعتها بكون حر، بكون مش كتير متعلق بالناس. عشان هيك بنشوف أنهم إذا بيصفي هالشاب لحاله بدون الشلة بدون المجموعة بيكتئب. لو هو عنده هاي العلاقة مع الله هو بيبطل بحاجة فقط لأنه يكون في حوالي ناس. نعم. بالعكس هو بصير يتوجه للناس للي هم بحاجة لحدا يكون قريب منهم. فبتمنى أنه نغير فكرة أنه صمت يعني أنا بدي أقعد مع حالي، صمت يعني أنا بقعد مع الله يلي رح يغيرني ويجددني. سير روزماري، بنشكرك من كل قلبنا على هذا اللقاء الغني فعلا والروحاني. ما بعرف إذا بتحب توجهي كلمة أخيرة للإخوة المشاهدين. يعني أنا اللي بتمناه للكل أنه نحن بس نسمع عن قديس فلان قديس فلان وخلص، نسمع عن حياته، بجوز نقرأ كتاب شوي. أيوة وبتروح. اللي بتمناه فعلا أنه كل مرة عم نسمع عن فضيلة، عم نسمع عن شغلة بحياة أي قديس، وخصوصا قديسة أرضنا هلأ الأم ماري ألفونسين. نعم. أنه نجرب هالشي اللي عم نعرفه عن القديس، نجرب يعني مش غلط الواحد يحاول. نعم. فنجرب نطبق هالشغل، نجرب نعيش على مثال، وما نقول قديس يعني لأنه هيك قديس، لا، هو لأنه إنسان عادي مثلي مثلك وجرب صار قديس. نعم. فكلنا مدعوين للقداسة، وبتمنى أنه الكل يحاول يقتدي بالقديسة ماري ألفونسين وبفضائلها. شكرا إليك وأهلا وسهلا مرة ثانية. إن صمت القديسة ماري ألفونسين يأتي من نفس مصالحة مع ذاتها ومع الله ومع الآخرين والحياة. قضت القديسة ماري ألفونسين السنوات العشر الأخيرة من حياتها في التأمل الصامت والمصلي، فوصلت إلى قمة نضجها الروحي والإنساني. لقد سقطت القشرة القاسية ليبقى اللب بكل صفائه وبركته. كانت في الله وكان الله فيها، وهكذا أخذ كل شيء مكانه فيها ووحد شخصيتها وكيانها. بإمكانها الآن أن تعيش في الخلوة والصمت والتأمل والصلاة في دير عين كارم مع وردية لا تفارق يدها في إشراقة روحية صافية.
الحب قوي كالموت، الحب يجعلنا نقدر الفقر ونصبر على الجوع ونسر بالإهانة ونرضى بالمرض ونقاوم التجربة ونحتمل الاضطهاد. الحب يحثنا على مساعدة القريب في جميع احتياجاته. بهذه الخاطرة الروحية التي تركتها لنا القديسة ماري ألفونسين ننهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء في الحلقة القادمة. I'm